أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في العرب اللندنية: خلافات داخل الحشد بشأن ترشيح العامري لرئاسة الحكومة العراقية. ونطالع في المدى: الكتل الكردية تدرس خيارين للرد على إقرار قانون الموازنة بغيابها. ونطالع في الزمان: دعوات لفتح ملف 3000 مواطن عراقي مختطف في الرزازة. ونتصفح في العرب الجديد: المعارضة ترفض عرض التهجير وروسيا تتكبد أكبر خسائرها في حميميم. أما في الحياة، نشرة تحت عنوان: مصر تبلغ وفد حماس رفضها المطلق لصفقة القرن. ونقرأ في الاتحاد الإماراتي: قوات الشرعية اليمنية تتقدم في رازح وتستعد لتطهير حرب. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الخليج الإماراتي: بيونغ يانغ مستعدة لنزع السلاح النووي وترامب يرحب بتقدم محتمل. أهلا بكم. الطريقة التي يفكر بها السياسيون في العراق تحت مظلة العملية السياسية تدعو إلى لفت النظر بشيء من الاهتمام، وما يحاول الإقناع به أولئك الذين يرغبون بالانضمام لاحقا إلى المشهد السياسي عبر بوابة الانتخابات منتصف العام الجاري مدعاة لاستغراب العقل ونكران المنطق. فالأحزاب والقوائم التي شرعت بالركض في ميدان التنافس والتسقيط السياسي تتبنى مغالطات لا تقوى على الصمود أمام رأي أبسط الناس تفكيرا. هذا ما أشار إليه جهاد بشير في مقاله الذي نشرته صحيفة البصائر تحت عنوان: العملية السياسية بين المخضرمين والمغامرين. مع عدم وضع أي اعتبار لموجة السخط الشعبي والدعوات الواسعة لمقاطعة الانتخابات، ومع حالة التشظي بين الكتل ونشوء تجمعات جديدة تطغى عليها سمة التنافسية غير النزيهة، يكون التفكير في خوض الانتخابات مع وجود هذه العوائق والجهود المضيعة مصدرا لانطباع مشروع بأن النتائج شبه محسومة، وأن ما سيجري من عملية ترشيح وتصويت مجرد إجراء شكلي تدرك هذه الأحزاب أن استحقاقاتها لا تتوقف عليه. وعلى الرغم من أن الانتخابات السابقات كلها مرت بهذا الطور الشكلي، كونها قائمة على نظام المحاصصة الذي مهما بلغت نسبة المصوتين فلن تحظى الكتل إلا بما حدد لها سلفا، إلا أن في هذه المرة حيث تراكم الخطأ وازداد التأكيد على اعوجاج المنظومة، ثمة أفكار شعبية مطروحة وقناعات معتبرة في مناهضة العملية السياسية ومقاطعة انتخاباتها لا ينبغي أن تهمل، وذلك يوجب إحداث ثورة تصحيح تبدأ من الثقافات والمفاهيم، لا سيما تغيير رؤى من أمعن في الوهم وصدق بأن المغامرين الجدد يمكنهم إحداث تغيير حقيقي، فيجعل من ظنه هذا مدعاة لتبرير المشاركة في الانتخابات خاصة، ومن ثم الاعتراف ضمنا بالعملية السياسية بشكل عام. الكاتب يرى أن ما يحدد مسار البلاد بعد انتهاء مسرحية التصويت وظهور النتائج هي المساومات والتوافقات على أساس التبادل المصلحي بين المخضرمين وليست الانتخابات نفسها، وسيكون المغامرون على قسمين: منهم من يزكيه القدامى فيلتحق بالركب، ومنهم من يعود خالي الوفاض كتائه فقد قربته وراحلته بينما كان منشغلا بتأمل كثبان الصحراء. يفرض مشهد الانتخابات المقررة في آيار المقبل حضوره الطاغي
على الساحة العراقية، ليس فقط في الأوساط السياسية التي بدأت حملاتها مبكرا عبر محاولات إعادة إنتاج نفسها كممثل وخادم لجمهورها الذي انقطعت عنه لأربع سنوات مضت، أو تلك الساعية إلى كسر احتكار الأحزاب التقليدية لمقاعد البرلمان والحكومة، بل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أيضا. مشرق عباس يرى في صحيفة الحياة أن الانتخابات المقبلة قد تكون الأخطر والأكثر حساسية من سابقاتها، فهي تأتي في ظرف مغادرة الحرب على داعش وبدء المواجهة المفتوحة مع مطالب الناس واحتياجاتهم واستحقاقاتهم المؤجلة على خلفية تلك الحرب. المعركة الكبرى والطويلة المتوقعة لترجمة نتائج صناديق الاقتراع إلى حكومة جديدة تسيطر على اهتمام الجميع في العراق قبل أكثر من شهرين من فتح تلك الصناديق، فأفضل التكهنات لا تذهب إلى قدرة أي تكتل انتخابي تجاوز حاجز 60 مقعداً، ما يفتح الباب على حملة سياسية كبيرة لتشكيل ائتلاف حكومي معقد ومترهل وغير منسجم. في ظل هذه الأجواء تبدو أوساط سياسية قلقة من انفتاح الوضع السياسي على سلسلة أزمات تبدأ أولاً بصعوبة اختيار رئيس جمهورية جديد يحوز على اتفاق 2/3 أعضاء البرلمان، لكن معركة الرئيس لن تكون سوى غطاء لمعركة رئيس الحكومة، المنصب الذي يوصف أحياناً بأن الانتخابات برمتها تدور حول حسمه. ومع أن رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي يمتلك فرصاً كبيرة لنيل ولايات ثانية، إلا أن معركة الإطاحة به تبدو مستعرة، خصوصاً في أوساط التحالفات الشيعية الخمسة التي يتوقع أن تتقاسم نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان. لهذا تحديداً تبدو مرحلة ما بعد ظهور نتائج الاقتراع أكثر حساسية، وحسمها يعتمد على قدرة أطراف وشخصيات مختلفة في جمع أكبر عدد من التحالفات وعقد صفقات حول تقاسم الوزارات والمناصب. الكاتب يشير إلى أن أمل القضاء على المحاصصة الحزبية لا يبدو قريبا، فالقوة التي ستخوض مفاوضات ما بعد الانتخابات ستعيد إنتاج معادلة تقاسم المناصب في الوزارات والهيئات والجيش والشرطة وصولا إلى المدراء العامين وربما رؤساء الأقسام في الدوائر المختلفة، وسيكون على رئيس الوزراء القادم إقناع خريطة 2018 الحزبية التي ستتوزع على انحيازات ومطالب معقدة من الصعب إرضائها. التصويت بالأغلبية على تمرير موازنة 2018 في برلمان العراق وما سبقه وما تلاه من مداولات أو مناوشات بين بغداد وأربيل يطرح العراق كدولة ووطن كما لو أنه أسرة مفككة جميع أفرادها عاطلون عن العمل ولا رابط بينهم ولا حيلة لهم سوى العيش المشترك تحت وصية تركة المال المتوارثة. حامد الجيلاني يقول في صحيفة العرب اللندنية إن مجرد التلميح بفك الارتباط الكردي مع العملية السياسية يعتبر خطوة أولى على طريق الاعتراف بجريمة الاحتلال الأمريكي ونتائجها التي قوضت العراق بعملية المحاصصة الطائفية والسياسية وتغول الميليشيات وفتح الأبواب للإرهاب. إقليم كردستان وبسبب وضعه السياسي الخاص قبل سنوات من الاحتلال الأمريكي ربما يكون أقل المتضررين من المشاريع الإقليمية والدولية التي عصفت بالعراق، ونعني بها السياسات المتهورة لعملاء النظام الإيراني على تعاقب الدورات الانتخابية وتعدد مصادر الإرهاب والحرب الأهلية الطائفية وتدمير المدن العراقية التي حولت ما جرى في الموصل القديمة من تخريب إلى استعارة لتقادم المصائب على عراق قديم كانت فيه فضائل شعبه الاجتماعية تداري غالباً إخفاقات قياداته السياسية. طبيعة تلك العلاقات لم تكن في منطقة غامضة بين الأحزاب الكردية والأحزاب الطائفية، لأن ما كان يوثق الصلة بين الطرفين هو نظام الملالي. فولاء الأحزاب الكردية وبالذات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للخميني ومن بعده الخامنئي لا يقل عن ولاء الأحزاب الطائفية ودورها في تداعيات حرب الثمانينات من القرن الماضي أو في انزلاق العراق في أزمات مصيرية استهدفت كيان الدولة.
الأكراد وتحديدا مسعود البرزاني فقدوا الثقة بالشريك السياسي، ونعني به الكتلة الطائفية الإيرانية الأكبر والمتحكمة بالسلطة في العراق، إلى حد أن الآراء تذهب إلى فك الارتباط بالعملية السياسية. الكاتب يرى أن خيبة الأمل هي أن ينشغل شعب العراق بدوامة التنافس الانتخابي بين أحزاب وتحالفات الاحتلال الإيراني، ومن المؤسف أن تتورط بعض الشخصيات في طرح نفسها كوجوه جديدة للتغيير في عملية ديمقراطية تشبه فيها الدورات الانتخابية تجديد العبيد لنظام عبوديتهم لسنوات أخرى. لا توجد علامات قوية توحي بأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق أمر ممكن في هذا العام أو الذي يليه، ربما نرى انسحاب بعض المشاركات العسكرية الدولية، لكن إذا كان المقصود هو القوات الأمريكية فذلك شأن آخر تماما بعد انفراط عقد المنطقة بحروب مغيلة في عمق العراق وسوريا، وهما في التقويم الاستراتيجي الدولي ساحة حرب واحدة لكل جهة فيها خصوصية معينة. فتح عبد السلام يرى في صحيفة الزمان أن قرار تحرك القوات الأمريكية بات مرتبطاً بوضعها الاستراتيجي العام، لا سيما بعد أن دخلت روسيا بثقل كبير إلى الساحة نفسها. الانتصار على تنظيم داعش الحلقة الانتخابية لبعض الوجوه، ما كان ليحدث لولا أو وقفت القوة الجوية الأمريكية إلى جانب تضحيات العراقيين، والحروب في المنطقة لم تنتهي ولا علامة وشيكة على توقفها. ومن السذاجة أن يظن بعضهم أن توقف المعارك هي نهاية حروب المنطقة. استمرار الحرب في سوريا واحتمال توسعها من جديد في نطاق عراقي من خلال الملف الكردي التركي في مناطق حدودية أو في العمق بجبل سنجار والحدود السورية وحتى جبل قنديل، دليل نصب أعين أي مراقب يعرف ما يجري. ومن المؤكد أن هذا المراقب يقف خارج البرلمان العراقي الذي تتقاذفه الأصداء الخارجية في ملفات المنطقة، البرلمان العاجز عن اتخاذ قرار يحرم سفك دماء العراقيين في مشاركات حربية خارج حدود البلد، هو برلمان مفقوء العينين، أو لنقل بعد محاولات إصلاحه إنه ينظر بعين واحدة ولا نقول بعين سواه. لذلك نرى الدعوة التي وجهها ذات البرلمان إلى الحكومة لإخراج القوات الأجنبية من العراق وجدت ردها عند صاحب القرار فورا، وربما ستتوالى ردود أخرى. الكاتب يتساءل في ختام مقاله: من يضحك على من في أيام انتخابية متقلبة يبحثون قرارا استراتيجيا لا يدركون مداه وهم يتخذونه من قلب المنطقة الخضراء التي لا تزال محمية من قبل القوات الأمريكية؟ نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا حول الخيارات المطروحة لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعاقبة نظام بشار الأسد لاستخدامه غاز الكلور في هجماته ضد المدنيين. ويكشف التقرير عن أن البيت الأبيض يفكر في شن عملية عسكرية ضد النظام السوري، وذلك عقب تقارير عن الهجمات الكيميائية، ما يزيد من احتمال شن هجوم أمريكي ثان ضد نظام الأسد في أقل من عام. الصحيفة قالت إن الرئيس ترامب طلب من قادته البحث عن خيارات لمعاقبة نظام الأسد عقب قيامه بالهجمات بغاز الكلور لسبع مرات هذا العام ضد المدنيين في مناطق المعارضة. وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس ناقش عمليات محتملة في الأسبوع الماضي في لقاء شارك فيه رئيس طاقم البيت الأبيض جون كيلي ومستشار الأمن القومي HR ماكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس. وتنقل الصحيفة عن مسؤول مطلع على الأمر رفض الكشف عن اسمه قوله إن الرئيس لم يصادق على أي عمل عسكري وإن المسؤولين وافقوا على مراقبة الوضع. وترى الصحيفة أن إمكانية شن عملية عسكرية جديدة حتى لو تمت مناقشتها الآن تؤكد النزاع المتفجر الذي تحول إلى ساحة تنافس بين روسيا وإيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
وتبين الصحيفة أن بعض المسؤولين عبروا عن قلقهم بشأن تحديد الجهة المسؤولة عن هجمات غاز الكلور بشكل حاسم، فيما عبر آخرون عن شكهم في أن يؤدي هجوم عسكري إلى منع النظام من معاودة استخدام السلاح الكيماوي في الوقت الذي لم تردعه الضربة العسكرية السابقة. ويستدرك التقرير بأن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية لا يمانعون القيام بعملية عسكرية جديدة ضد الأسد، وحجتهم الوحيدة أن عملية عسكرية قد تردع الأسد عن بناء ترسانته الكيميائية، وتثبت أن الولايات المتحدة لن تخاف من وجود الروس. وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى قول وزير الدفاع جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة تحاول الحصول على أدلة حول استخدام النظام السوري لغاز السارين من جديد. صالح القلاب يقول في صحيفة الرأي الأردنية إن هناك إحساساً بل معلومات من مصادر مطلعة وموثوقة بأن الصراع في سوريا سيزداد تعقيداً، وأن ركوب الروس والإيرانيين رؤوسهم والتمادي كثيراً في المجازر التي يرتكبونها ليس في الغوطة وحدها وإنما في معظم المناطق السورية، قد دفع عدداً من الدول الكبرى المعنية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى ليس مجرد التفكير بل الاستعداد لعمل عسكري لوضع حد لكل هذه المجازر التي ترتكبها قواتهما في هذا البلد وتمادت كثيراً في ارتكابها. لقد اتضح منذ البدايات منذ أيلول عام 2015 على الأقل أن الروس عازمون بالتحالف الانتهازي مع إيران على الاستفراد بهذه المنطقة وفرض سيطرتهم عليها وبالقوة العسكرية، وبالتالي إن ليس إخراج الأمريكيين منها فتخفيف وجودهم فيها، وهنا فإن ما شجعهم على كل هذا التمادي هو أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إما أنها كانت متواطئة مع روسيا وبالتالي مع طهران، أو إنها كانت تعاني من جهل قاتل في التعاطي مع الألاعيب الدولية، فكانت النتيجة أن الأمريكيين بقوا يراوحون مكانهم وبقوا يتصرفون تجاه الصراع في سوريا والمنطقة كلها على أنه صراع محدود وبلا أي أبعاد دولية، وكانت النتيجة أن فلاديمير بوتين غدا صاحب القرار الأول والأخير بالنسبة لهذا الصراع. إن تمادي الروس في تدخلهم السافر في شؤون سوريا الداخلية معتمدين على التحالف مع إيران وميليشياتها المذهبية وعلى تحييد إسرائيل بالنسبة لهذا الصراع قد أثار الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وجعل هناك تفكيراً جدياً بعمل عسكري رادع يضع حداً لهذا التمادي الذي تجاوز الحدود كلها، مما قد يؤدي إلى مواجهة شاملة قد تتحول إلى ما يقترب من حرب عالمية جديدة. الكاتب يرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يأخذ كل هذه الاتصالات وكل هذه الاستعدادات على محمل الجد، ولذلك فأغلب الظن أنه سيستمر بتحدي الأمريكيين والبريطانيين والألمان والفرنسيين، فهو يشعر بأنه اليد العليا في هذه المنطقة وأنه قادر على الانتصار في الحسم إذا كان لابد من الحسم، والدليل هو مواصلته التغني بأسلحته الجديدة التي لا تضاهيها أسلحة. بعيداً كل البعد عن السياسة، جازت مدينة كولون الألمانية للناس نصب كاميرات مرور غير حقيقية بهدف ردع سائقي السيارات المسرعين في الأحياء السكنية وتقليل مخاطر السرعة وتقليلاً للضجيج قرب مناطق السكن. وكشفت دائرة المرور قبل شهر واحد من نصب هذه الكاميرات في حي هولفايدا
وهي نسخة خشبية من الكاميرات المرورية صنعها صاحب عائلة ونصبها في تقاطع الطرق قرب بيته. ويقول يانيك يونغ إنه وضع حداً للضجيج والسيارات التي تنطلق بسرعة تتجاوز 30 كيلومتراً في الساعة أمام بيته. ويضيف يونغ أن التقاطع قرب بيته كان يشهد حادثاً أو اثنين في الأسبوع، ولا يلتزم أصحاب السيارات المسرعة بالسرعة المحددة للمناطق السكنية، ويؤكد أن حافلات نقل الركاب الحكومية تنطلق قرب بيته بسرعة 50 إلى 60 كيلومتراً بالساعة. وكل هذا انتهى الآن بفضل الكاميرا الملفقة أو المغشوشة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.